هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله في مقدمة موديع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لدى مغادرته البلاد هذا اليوم بعد زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى حفظه الله تناولت العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة وسفير المملكة العربية السعودية في البلاد وأعضاء السفارة السعودية.